السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وصفه ديال الكاشير او المرتديلا اللي غادي تكون بالكفته. هذه المره كنا درناها في وصفه اخرى، كنا درناها بالكفته يعني بالدجاج مطحون. اليوم غادي نديروها بالكفته ديال اللحم. الوصفه غادي تكون فيها المقادير سهله بسيطه وطريقه التحضير كذلك جد سهله. نتمنى ان شاء الله ان تنال اعجابكم ونستغناوها كشويه على ديك الكاشير او المرتديلا اللي كنشريوها جاهزه من السوق نظرا للاضرار ديالها الكثيره. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاج عندي هنايا 250 غرام ديال اللحم المفروم، 4 ديال البيضات متوسطه الحجم، فص ثوم ما تكثروش الثوم بزاف، ثومه متوسطه الحجم ما تزيدوش عليها اولا صغيره كاع اولا ممكن تبدلوها كاع الا بغيتو بالبودره ديال الثوم، عندكم الاختيار. نص كاس صغير هنا درت زيت الزيتون، ممكن خليط من زيت المائده وزيت الزيتون او فقط، انا هنا غادي ندير فقط زيت الزيتون. غادي نحتاج 4 ديال القطع ديال الجبن المثلثه بحال هكا، 4 ديال المعالق كبار ديال اما السميده الرقيقه واما الفينو، الفينو هو دقيق القمح الاصفر وهذا على هذا الشكل هذا او السميده الرقيقه كيف ما بغينا. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج طبيعه الحال معلقه صغيره ديال الملحه، واحد شويه ديال البزار الاسود او الفلفل الاسود، ربع معلقه ديال الكمون، ملعقه صغيره ديال التحميره، التحميره هي البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر الحار او الحاد. هادو بالنسبه للتوابل. غنحتاج كذلك معلقه صغيره ديال الحبيبات ديال القزبر اليابس، ومعلقه صغيره ديال البصله يابسه كتبقى كذلك اختياريه. غادي اختاريت انني غادي نسم هذا الكاشير بالحبات ديال البيستاج. غنحتاج واحد الكميه قليله، ما غاديش نحتاج شي كميه كثيره بزاف، يمكن نعوضوها كذلك بالفلفله الحمراء مشويه، يمكن نعوضوها بقطع ديال الزيتون الاخضر، يمكن نعوضها بقطع ديال الجبن، يعني عندنا بزاف ديال الاختيارات. وممكن ربما ندير حلقه اخرى ديال الكاشير يعني بنسمات او يعني مذاق مختلف ان شاء الله. دونك صافي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوها. ندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول خطوه غادي نبداو بها هي بطبيعه الحال طحن جميع العناصر في اي طاحونه كهربائيه عندنا كنتوفروا عليها في الدار، نطحنوا بها. غادي ندير الكفته بحال اللي كتشوفوا، الفص ديال الثوم من بعد ما قشرته وغسلته، غادي نضيف 4 ديال البيضات اللي متوسطه الحجم، اللي كتشوفوا الطاحونه الكهربائيه درنا فيها الكفته، الفص ديال الثوم، دوك 4 د البيضات انا كملتهم درتهم حتى هما، 4 ديال القطع ديال الجبن المثلث اولا الفرماج، عندي دوك 4 د المعالق كبار قلنا اما السميده الرقيقه واما الفينو اللي هو دقيق القمح الاصفر كنعاود، عندي نص كاس صغير ديال زيت الزيتون. ودابا غادي ندوزو بطبيعه الحال للتوابل، الملحه، البزار الاسود او الفلفل الاسود، الكمون، البابريكا او الفلفل التحميره، الفلفل الاحمر يعني، والحار يعني الفلفل الاحمر الحار اللي يمكننا نعوضه بطبيعه الحال بالهريسه واللي هي الشطه. ها هما العناصر كاملين هما هادو. غادي نزيد داك شويه ديال البصله اللي يابسه اللي كتبقى عندنا اختياريه، يعني كتعطي واحد يعني واحد المذاق زوين. ودابا غادي ندوز انني نطحن داك الحبيبات ديال القزبر اليابس. انا طحنت هنايا هذاك الحبيبات ديال القزبر اليابس، غادي نزيد واحد شويه هنايا على الخليط اللي درنا قبل، وغادي نطحنوا هاد العناصر هذه كامله حتى نحصلوا على خليط اللي هو منسجم تماما. الخليط من بعد ما طحناه ومساجمنا مزيان كيولي لنا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو باش غادي نعمروه في الاناء اللي هو خاص بالكاشير اللي هو هذا، كيكون بحال على هذا الشكل هذا مع الغلاقه ديالو. طريقه جد سهله هي اننا غادي نديرو بطبيعه الحال الخليط هنايا، غادي نوريكم شويه كيفاش درت بطبيعه الحال بحال اللي كتشوفوا هنايا الطبقه الاولى ديال الكاشير. نقدر ندير بعض الحبات دابا ديال بيستاش هنايا بحال اللي كتشوفوا، ما غنكثرش بزاف، غادي نكمل بطبيعه الحال بنفس الطريقه، ندير طبقه ديال الخليط ديال الكاشير، ندير بعض الحبات ديال البيستاش وعاوتاني الكاشير حتى نوصل. المهم جدا انني ما نوصلش حتى للفوق ديال العلبه، وانما نبقى في الحد ديال ثلاثه ارباع
ديال يعني الاناء اللي عندي. انا عندي الاناء ديال الكاشير اللي كيبلف اللي كيتباع في المغرب بالحجم الصغير، يمكن لكم طبيعه الحال تستعملوا الحجم الكبير. المهم اهم حاجه انكم توصلوا لثلاثه ارباع الحد. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاناء ديال الكاشير ما كيتوفروش عليه، شوفوا الفيديو ديال الاخر اللي درت الكاشير بالدجاج والزيتون، شوفوا طريقه اخرى ما كتحتاجوش فيها الاناء. من بعد ما درنا دوك ثلاثه ارباع، يعني خلينا واحد الجزء الفوقاني خاوي ما نعمروش، كنشدوا هذا الاناء وكنضربوا بحال هكا فوق طاوله العمل باش ما يبقاولناش اي فقاعات ديال الهواء اولا شي فراغ. ديروا مزيان بحال هكا ونستمر بحال هكا، نتاكد ان ما بقاولوش فقاعات ديال الهواء، نسدو وغادي ندوز دابا لعمليه الطهي. بالنسبه للعمليه ديال الطهي فهي جد سهله، كنشدو داك الانيه ديال الكاشير كنسدوها مزيان، كنتاكدوا انها مغلقه يعني محكمه الاغلاق، كنديروها في طنجره يكون ضروري يكون تكون واسعه يعني وعندها العمق باش يمكن لنا ان هاد الانيه تدخل فيها، وان الماء الكميه ديال الماء خاصها تكون واصله مع الكميه فين واصل الكاشير، الخليط ديال الكاشير خاصو يكون قد قد، والماء بطبيعه الحال يكون مسخن من قبل عاد نديرو فيه الانيه ديال الكاشير. بالنسبه للمده ديال الطهي كتبقى تقريبا ما بين 45 دقيقه حتى ل 60 يعني حتى لساعه. صافي اذا شفنا ان الانيه بدات كتحرك لنا بزاف ولا كنغطيوها بشي حاجه وكنتقلوها مزيان باش ما تبقاش تحرك لينا بزاف، سينو راه صافي راه مزيان كنخليوها كطيب. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا الطريقه ديال الطهي كنصحكم تعاودوا المشاهده ديال الفيديو ديال الكاشير الاخر اللي بالدجاج والزيتون بحال اللي قلت لكم من قبل، تشوفوا فيه طريقه اخرى ان شاء الله. المهم غنخلي دابا يطيب واحد 45 حتى 60 دقيقه. الكاشير من بعد ما طاب لي في داك الحمام المائي الساخن بحال اللي شفتوا لواحد المده خديت تقريبا واحد الساعه ديال الوقت، حيدته من تمام هذيك الطنجره، خليته كيبرد مزيان في درجه حراره المطبخ، ومن بعد دخلته في الثلاجه. من الافضل تخليوه يبرد في الثلاجه المده ديال الليله كامل من الاحسن، من بعد كتخرجوه من هذاك المول بطريقه جد سهله، كيخرج غير بوحدو يعني ماشي صعيب باش يخرج، كتخرجوه وكتقطعوه شرائح بحال اللي كتشوفوا هنايا. نتوما كتشوفوا دوك الحبات ديال البيستاج مي كنقطعوا كيفاش كيبقاو يبانو، كنقدموه بالصحه والراحه في ساندويتش اولا في يعني العماره ديال اي حاجه بغينا نعمرو بها. المهم ان الاختيارات كثيره وكيعوضنا بطبيعه الحال على الكاشير او المرتديله اللي كنشريوها من الزنقه. وصفه سهله لذيذه بزاف، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وانها تعجبكم. ما تنساوش ديروا اعجاب بالفيديو، تشاركوه كذلك مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك ديروا اشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.